بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بأس بالإشارة إلى نقاط مستوحاة من الرواية التي نحن فيها من احتجاج رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض المشركين. النقطة الأولى أن القرآن الكريم ليس دستورا كالدساتير الموجودة في الدول، لذلك لا نرى هناك قواعد قوانين مذكورة واحدة بعد الأخرى، القانون الأول القانون الثاني الفصل الأول الفصل الثاني، وإنما القرآن كتاب حياة، كتاب هداية، فطريقته وطريقة الله عز وجل في القرآن الكريم هداية الناس و التأثير على الناس ودغدغة مشاعرهم وفطرتهم، إحياء فطرتهم الميتة. فلذلك نرى أنه في سورة واحدة مواضيع مختلفة قد تكون مشتتة، في آيات قد نرى آيات أخلاقية وآيات عقدية في العقائد وآيات في البرزخ والجنة والنار، نصائح، يعني فالتشكيلة خاصة تشكيلة القرآن الكريم. لذلك عموما بالنسبة أكو هناك بعض الروايات أنه من المستحب أن يقرأ الإنسان 50 آية في كل يوم، إذا كل سورة كانت تحمل فكرة معينة، فأنت لما نطالع 50 آية في فكرة خاصة ومعينة. أما بما أنه في 50 آية أنت تقرأ آية عقدية، آية تتكلم عن الجنة والنار، عن العذاب والثواب، آية تتكلم عن الأخلاقيات، آية تتكلم عن التاريخ الغابر، اللي هذا التاريخ الغابر مو تاريخ غابر فقط، وإنما التاريخ يعيد نفسه في كل زمن لفرعون ذلك الزمان نموذج، وللرجل الصالح المذكور في الآية نموذج أيضا. فإذن من خصوصيات القرآن الكريم أنه عدم ارتباط المواضيع ظاهرا. نعم بعض المفسرين سعى في تفسيره للآيات المباركة أن يجعل نوع من الرابط، يعني مو انفصال كامل، ولكن حتى هذا الرابط هو صحيح قطعا، مو آيات مشتتة جزر مختلفة لا رابط بينها، قطعا فيها الرابط، بس الهدف أن يكون هذا الكتاب مما يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه النظام الأتم في العالم، الله عز وجل جعل العالم على النظام الخاص، وهذا هو النظام الأتم. النظام الأتم للعالم يستدعي وجود كل شيء. متى يعرف الإنسان قدر الصحة والعافية؟ عند المرض. إذا ما كان المرض موجود واحد ما يفهم الصحة. نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. أحد الأخوة في سوريا في بداية الأزمة كان يقول أنا هذه الرواية ما كنت أستوعبها، الصحة زين، واحد من يمرض يعرف قدر الصحة والعافية، ولكن الأمان ما كان حقيقة، ما كنت أشعر بمعنى شنو هاي الأمان، نعمة، شنو معنى الأمان أصلا. إلى يومنا هذا اللي الآن صارت الأزمة والأحداث، حقيقة واحد يشعر ذا بالليل يطلع من البيت مو مؤمن على نفسه ولا على عياله.
فإذا وجود النظام الأتم في العالم اللي من حكم هذا النظام الأتم الافتتان والامتحان ومعرفته حقائق الأفراد. إذا الرسول صلى الله عليه وآله كان يعيش في راحة، طبعا الكل كانوا يؤمنون برسول الله يحصلون على الدنيا والراحة، قطعا لازم من يرتبط برسول الله يعيش المشكلات حتى يصل إلى واقعه يظهر له ولغيره أنه رجل صالح يستحق هذه الدرجة أو رجل غير صالح والعياذ بالله. إذن مثلا من نعم الله عز وجل أن جعل الكبر والشيخوخة للإنسان، لأن الشاب بطبعه قد تغلبه شهواته، قد يكون طائش، أما لما صار كبير وضعيف وهجمت عليه الأمراض وبالليل يأخذ العرق، فهذا قد يعود إلى الله عز وجل. كل هذه من النظام الأتم. إذن الله عز وجل مفيض خالق، أعطى لكل شيء خلقه ثم هدى. الجماد ما يقدر يعترف على الله عز وجل أنه لما جعلتني جمادا ولم تجعلني حيوانا، لأن الحيوان أشرف من الجماد. الله أراد هكذا أن يكون هناك الجماد ويكون هناك الحيوان. الحيوان ما يقدر يعترض على الله عز وجل لما لم تجعلني إنسانا، لأن الإنسان أشرف من الحيوان. أعضاء الإنسان لا يحق لها أن تعترض على الله عز وجل أنه أنا جعلتني رجلا واليد أفضل من الرجل، أو اليد تعترض لما أنا يد والقلب أفضل من اليد، أو القلب يعترض أن المخ أفضل من القلب مثلا. الله عز وجل لو أراد أن يسمع كل معترض لازم كل الخلق كما ذكر المرحوم الأخ في بعض محاضراته أن يكونون أمخاخ، يعني واحد يشوف سمو كرة أرضية فضاء يعيش فيها أمخاخ فقط. ليش؟ لأن المخ أفضل، بل المخ يعترض بأن الملائكة أفضل مني. إذن الله عز وجل أعطى لكل شيء له القابلية، هسه بتفصيل لسنا في صدده، بس هذا النظام الأتم أن يكون الشخص غني ويكون شخص آخر فقير، هذا من النظام الأتم لله عز وجل. الله يمتحن الغني بغناه وبأمواله ويمتحن الفقير بفقره، ولكل درجة. ذاك إجا أعطى لرسول الله بعد أن نزلت آية الزكاة على ما في بالي درهم، رسول الله شكر سعيه، شخص آخر إجا ودفع 10 دراهم، رسول الله شكر سعيه، شخص ثالث دفع 100 درهم، رسول الله شكر سعيه. فاعترض البعض أنه هذا الأول درهم والأخير 100 درهم، فكأنما شكرك يا رسول الله أو مدحك إياهم مدح متساوي كان، مع أن الماء أكثر من الدرهم الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الزكاة الواجب عليه درهم وذاك 100 درهم، فكل أدى ما عليه. الله عز وجل يتوقع من الغني أكثر مما يتوقع من الفقير، ويؤجر الفقير إن عمل حسنا كما يؤجر الغني إن عمل حسنا، كما أن الله عز وجل يتوقع من العالم أكثر من الجاهل، ويحاسب العالم أشد من محاسبة الجاهل كما في مستفيض الروايات، أن العالم يؤخر حسابه 70 سنة بعد حساب عامة الناس، لأنه أنت ما دام كان عندك العلم فحسابك يكون أدق، أنت تعرف الموازين، ذاك العام يمكن ما كان يعرف الموازين. طيب، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة باختصار، ضرورة التوكل على الله عز وجل وذكر الله والاستعانة بالله في المنزلقات الخطيرة، بل في كل موقف لازم واحد يتوكل على الله، خصوصا المنزلقات الخطيرة. ورسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن اعترض عليه ذلك الأعرابي من قريش وأشكل عليه هذه الإشكالات التي ذكرنا بعضها ونكملها في الرواية، قال أنا أنتظر أشوف رب العالمين ما الذي يقول، توكل على الله، فنزلت الآيات. هذا في الواقع تعليم لنا، ولا رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن كان نازل عليه في
أول البعث. فالكلام أنه رسول الله ولكن تأدما انتظر الأمر الإلهي عز وجل في كل موقف، خصوصا المواقف الصعبة. المفروض أول خطوة للإنسان، هذه الخطوة الأولى تكون الاعتماد والتوكل والالتجاء إلى الله عز وجل. وعموما المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام في حياتهم هذه قضية ظاهرة. الملاحظة الأخرى أنه بما أن الله بيده الأمور وهو في الواقع مسبب الأسباب، مو هاي الأسباب الظاهرية، فقد نرى شخصا يعمل كثيرا ولكن رزق قليل، وشخص آخر يعمل قليلا ولكن رزق كثير. هذا إنما هو لإثبات أن هذه الأسباب الظاهرية هي أسباب ظاهرية، السبب الحقيقي هو الله عز وجل، مو مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم. لا، يمكن واحد هو يركض ولكن رزقه أقل. هذا شنو معنى؟ إن كانت المقدمات توصل إلى النتيجة القطعية فأي خطوة يعني نتيجة قطعية. لا، أنت المفروض أن تخطو خطواتك نحو العمل نحو الرزق، ولكن النتيجة من الله عز وجل. والله عموما جعل اقتران، ولكن هذا الاقتران مو معناه أنه رزقك واسع جدا أو ضيق أو متوسط. هذا معناه أن الله عز وجل بيده مفاتيح الأمور. لذلك قطعا السعي موجود لا شك في ذلك. إذا واحد لا يروح للطبيب الله ما يجعل الشفاء، الله جعل الشفاء مقترنا بدواء الطبيب كما في قضية النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. ولكن يمكن هذا يستعمل نفس الدواء ويشفى، ذاك يستعمل نفس الدواء ويتأخر شفاءه. هذا شنو؟ إذن الدواء مو العلة التامة، الدواء إنما هذا السبب الظاهر اللي إحنا لازم نمشي عليه، أو بالتوافي عادة الله جرت، وهل بتوليد أو إعداد حصلت، أو بالتوافي عادة الله جرت. يعني عادة الله بالتوافي يعني هذه العلل الظاهرية، ولكن الواقع التأثير من الله. يعني الله جعل إعدام شخص قطع رأسه ظاهرا علة الموت، ولكن الموت الحقيقي من الله عز وجل. النار الله جعلها محرقة، من ذاتيات النار الإحراق، فلما لم تحرق نبينا إبراهيم عليه السلام؟ لما لم تحرق؟ إذن مو من ذاتيات النار الإحراق، ولكن عموما هكذا سنة الله أن الإحراق قرين مع النار. هذا عموما يعني سنة الله هكذا، ولكن الله عز وجل قد يسلب الإحراق عن النار. نار موجودة مشتعلة ولكن لا تحرق مثل إبراهيم بإرادة إلهية. هذا التوافي يذكره. فهو هذا معنى وجود الله عز وجل، أنه مو هذه الأسباب الظاهرية كل شيء، النتائج قطعية بعد هذه الأسباب الظاهرة. هذه الأسباب يجب أن نخطو خلفها ونذهب إليها، ولكن هذه المقدمات والواقع هو الله عز وجل. النقطة الأخرى أن الملائكة، بس ما أدري يمكن لا نصل إلى هذه النقطة في هذا البحث، فنؤخر هذه النقطة عن حقيقة الملك وما هي الملائكة وحقيقة الملائكة. يمكن هذا هسه إذا ما لحقنا له نذكره لاحقا. تريدون نطبق هالمقدار من الروايات بما يسعه وقتنا. ثم قال: عبد الله ابن أبي أمية المخزومي عليه لعن الله، ما الذي قاله؟ أو ترقى في السماء. نطلب منك هذه الأدلة التي تعجب العوام وتسبب الإقرار بهم. أو ترقى في السماء، نشوفك تطير هكذا، أي تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك. هسه لو تطير للسماء أيضا، تصعد للسماء، هذا مو كافي، أي لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من الله العزيز الحكيم،
إلى عبد الله بن أبي أمية المخزومي. يعني أنت تصعد فوق وتجيب وياك رسالة، رسالة إلي أنا عبد الله ابن أبي أمية، ومن معه هو الجماعة اللي قاعدين وياي هنا اللي كبيرهم كان أبو جهل، ومن معه بأن آمنوا بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب فإنه رسولي، هذا في الكتاب يكون ينزل وياك، وصدقوه في مقاله إنه من عندي. ثم لا أدري زين رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا أسوي كل هذه الأمور، لو سويت شنو؟ هو يقول حتى لو كل هذه الأمور، فجرت العيون وكانت لك بيوت من زخرف وذهب وكذا وكذا، أخيرها ما أدري يمكن أجي أقول إحنا أخذنا سحرك، أنت ساحر، هذه الأمور كلها توهمات. والفرق بين السحر والمعجزة أن السحر ما إلى واقع، يمكن خارق للعادة ولكنه مو خارق للنواميس الطبيعية. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بالنسبة إلى قضية النبي موسى والسحرة، ألقوا عصالهم وعصيهم، حبالهم وعصيهم، فهذه جعلوا فيها الزئبق، يعني داخل الحبال وداخل العصي جعلوا الزئبق. الزئبق من طبعه أن يتمدد في الحرارة ويفر، يعني ما يستقر في حالة من الحركة. يمكن شايفين هذه أجهزة الضغط، ضغط الدم، هذه الأجهزة القديمة اللي هي أدق الأجهزة طبعا، فيها الزئبق. هذا الزئبق حالته أنه ما يستقر في مكان يتحرك. هو ارتفعت الشمس صارت الحرارة، فظهر أن هذه الحبال أو العصي في حالة الحركة، فتصوروا أنها حيات مثلا. جهل الناس بما فعلوه كان السبب لتصورهم أنه هذه حيات تسعى، وقال لهم لم يخرقوا سنة من السنن الكونية، ما خرقوا سنة من السنن الكونية وإنما أظهروا هكذا. أما المعجزة لا، المعجزة خرق للسنن الكونية، ميت يحيى هذا معجزة، ولا أقل خرق للسنن في ذلك الزمان. يعني إذا واحد يمكن مثلا في زمن النبي عيسى كان يشفي الأبرص، هذا كان معجزة لأنه من لم يتمكن الأطباء في تلك الفترة شفاء الأبرص، يمكن الآن يمكن شفاء الأبرص، ولكن أيضا ذاك شفاء الأبرص من غير الطرق الطبيعية، الآن يمكن أن يشفى الأبرص ولكن من طرق طبيعية، من علاج ودواء. إذن ما صار أيضا خرق للنواميس الكونية، وإنما اتخاذوا قانون طبيعي لم يصلوا إليه في تلك الفترة. أما المعجزة فخرق للقوانين الطبيعية. ثم لا أدري، عبد الله يقول ثم لا أدري يا محمد إذا فعلت هذا كله أؤمن بك أو لا أؤمن بك، مو دليل أنه لأنه أنا ما أضمن الإيمان بك، بل لو رفعتنا إلى السماء وفتحت أبوابها وأدخلتناها لقلنا إنما سكرت أبصارنا. يعني هناك غشاوة على أبصارنا، يعني كأنما إحنا في نوم نعيش الخيال مو حقيقة، وسحرتنا، هذا من سحرك والعياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عبد الله أبقي شيء من كلامك؟ قال يا محمد أوليس فيما أوردته عليك كفاية وبلاغ، هذه الأدلة وهذا السيل من الشبهات وهذا يكفيك بعد، ما بقي شيء، فقل ما بدا لك وأفصح عن نفسك إن كان لك حجة وأتنا بما سألناك به. فقال رسول الله هكذا، رسول الله يقدر يجيبه، كلامه كلام مو حجه مو براهين وإنما مغالطات وإنما تمنيات، ولكن مع ذلك رسول الله ينتظر الوحي الإلهي. ليش؟ من الأسباب أنه يمكن كثير أيضا، غير أنه من الضروري التوكل على الله والتوسل به وطلب النصرة منه،
إلا أنه من الأسباب يمكن أصحاب رسول الله كانوا يتأثرون بهذا الكلام، وكثير تأثروا بكلامه المخزومي. ولكن ينتظر الوحي، كثير من أصحاب رسول الله ما كانوا يعتقدون بشخص رسول الله، ذول المنافق ما كانوا يعتقدون بشخص رسول الله. أما لو نزل الوحي، والوحي عندما كان ينزل على قلب رسول الله كان يظهر في ملامحه، يعرق جبينه كأنما في الشيء الثقيل نزل على قلبه، حتى لو كان راكبا على ناقته الناقة كانت تبرك، مع الناقة قوية يعني ما تبرك بسهولة، ولكنها كانت تبرك. فمن الضغط اللي يأتي هذا هسه كان مظهر للوحي الإلهي أنه نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقبلون. لذلك ذاك الرجل أتى إلى رسول الله بعد بيعة الناس لعلي بن أبي طالب أنه أنت كل اللي قلته قبلنا، قلت صلوا صلينا، صوموا صمنا، حجوا حججنا كذا، فشنو هذا؟ هذا من عندك ومن عند الله أنك نصبت عليا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام لخلافتك، إذا من عندك ما نقبله، إذا من عند الله احنا نسلم. فإذا الوحي كان له موضوعية، فهنا رسول الله يمكن شاف أنه كثير من الناس يتأثرون به، فأراد أن يقوي حجته أمام جماعته أقلا، حتى هذول يشوفون له هذا وحي إلهي نزل في ردع هذا المخزومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أنت السامع لكل صوت والعالم بكل شيء، تعلم ما قاله عبادك، فأنزل الله عليه: يا محمد وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعني أنزل الإشكالات والشبهات وأجاب عنها إلى قوله رجلا مسحورا. شوفوا في سورة الفرقان جزء من الآيات وجزء من القضية، يعني رسول الله كان يوزع الآيات، يعني عندما كان ينزل الوحي على قلب رسول الله، رسول الله يقول هذه الآيات اجعلوها في سورة البقرة بعد الآية مثلا 270، أكو في بعض الروايات هذه سورة، بعض الأحيان سورة كاملة تنزل فيقول هذه السورة مكانها كذا. لذلك في الواقع القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، مو في عهد عثمان أبدا. هو رسول الله كان هناك بين المنبر والمحراب مكان، الآيات القرآنية كانت توضع هناك، فالناس يجون يستنسخون هذه الآيات، فكان رسول الله يقول أنه اجعلوا الآية في المكان الكذا من القرآن. فرسول الله واقعة واحدة هذه الواقعة، ولكن آياتها في أكثر من سورة. لماذا؟ للحكمة التي ذكرناها، أنه الله عز وجل يريد أن، خصوصا في المسائل العقدية، هناك لو كانت المسائل العقدية التي ترتبط بخلافة أمير المؤمنين كلها في سورة، كانوا يحذفون السورة، يوجبون تحريف القرآن، يعني يحرفون القرآن. ولكن عندما هذه الآيات مطشرة في بطن الكتاب العزيز، فهم كثير منهم ما كانوا ملتفتين أن هذه الآية تشير إلى خلافة أمير المؤمنين وإمامته، وهذه الآيات ظاهرا غير مترابطة، واقعا مترابطة كما في رواية أئمتنا في تفسير هذه الآيات. لذلك لم يتمكنوا من تحريف القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من الحفظ مو فقط حفظ تكويني أن الله عز وجل حفظ القرآن من التحريف، وإنما أيضا بهذه الطرق أنهم غفلوا. فإن آية الولاية مثلا في سورة المائدة، في الآية الأولى جزء، في آية ما أدري 13 جزء، في آية كذا و70 جزء من قضية ولاية أمير المؤمن، وهكذا في السور الأخرى. فهذه القضية الواحدة، مناقشة المخزومي وأبو جهل وهؤلاء مع رسول الله واحتجاجهم معه في أكثر من سورة، هذه في سورة الفرقان. ثم قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هذه الأمثال التي ذكرها هذا المخزومي، فظلوا فلا يستطيعون سبيلا، كما في سورة الأسراء. ثم قال: يا محمد، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بس هذا يقول يكون لك بيت من زخرف، الله يعطيك أكثر، مو صعب على الله عز وجل، كما أعطى للنبي سليمان ملك الأرض، كل الأرض كان ملك لسليمان، مو صعب على الله عز وجل. بل خير النبي صلى الله عليه وآله، نبينا، على أن يعطى له ملك الأرض، النبي رفض، قال لا ما أريد،
أبقى عابد، أجوع يوما فأطلبك وأشبع يوما فأشكرك، هذا خير لي من الأرض وما فيها. حقيقة معنى عجيب، يعني واحد لما يشوف روايات الرسول صلى الله عليه وآله، تاريخ الرسول، تاريخ أهل البيت، حقيقة كل خطوة أسوة. وأنزل عليه يا محمد فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الآية السابقة سورة الفرقة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، هذه في سورة هود. طبعا في رواياتنا أنه هذه الآية، طبعا يمكن في أكثر بعض الآيات نزلت في أكثر من واقعة، يعني نفس الآية تعاد في واقعة ثانية وفي واقعة ثالثة، أيضا تنزل إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله في وقائع مختلفة. فهنا أيضا من المصادق أو من الوقائع التي نزلت هذه الآية في قضية خلافة أمير المؤمنين وإمامته ونصبه للإمامة، أن رسول الله كان خائف من قومه أنه ينكرون، يعني خائف على الرسالة مو على شخصه، غير أنه وقف مجموعة بسيوفهم حول رسول الله ليدافعوا ليحفظوه في منى، ولكن في غدير خوم بما أن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، فبعد هذول العشرة رسول الله قال اذهبوا، الله يعصمني لا أحتاج إلى غيره. فهذه الآيات في بعض الروايات نزلت بالنسبة إلى إمامة أمير المؤمنين وتعيينه خليفة ووليا، وفي هذا الموضع أيضا نزلت هذه الآية. تارك بعض ما يوحى إليك، يعني تارك ذكر إمامة علي عليه السلام، وغائق به صدرك، يعني هذا كأنما صار هم على نفسك. وأنزل الله عليه يا محمد وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، إلى قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون في سورة الأنعام، سورة الفرقان وسورة الإسراء وسورة هود وسورة الأنعام، أربع سور الله عز وجل هذه الواقعة الواحدة قسمها كأنما الآيات، يعني أنت إذا تقرأ سورة الأنعام هذه القضية تخطر إليك، سورة هود تخطر إليك، وهكذا. فقال له رسول الله يا عبد الله أما ما ذكرت من أني آكل الطعام كما تأكلون وزعمت أنه لا يجوز لأجل هذا أن أكون لله رسولا، فإنما الأمر لله، القضية بيد الله مو بيدنا، إحنا من يختار؟ الله عز وجل هو الذي يختار، نحن عباد تابعون، ليس بيدنا شيء من الأمر. أن أكون لله رسولا فإنما الأمر لله تعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو محمود، الحمد والثناء والمدح لله عز وجل، إلى أن نأتي إن شاء الله أخذنا الوقت. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.